من الجليل الأعلى ينضم إلينا مراسلنا أحمد جرادات. أهلا بك أحمد. سأبدأ معك من تصريح وزير الأمن الإسرائيلي قبل قليل، الذي قال بأنه سيطلب من نتنياهو والكابينت الأمني والسياسي توسيع أهداف الحرب لتشمل إعادة سكان الشمال إلى منازلهم. ما تفصيل ما جاء في كلام وزير الأمن؟ يعني هذه التصريحات جاءت بعد انتهاء جلسة نقاش مع رئيس الأركان وأعضاء ومسؤولين أمنيين بارزين. قال جالنت بأنه سيطرح أمام الكابينت الإسرائيلي توسيع أهداف الحرب ليضم إلى الأهداف المعلنة سابقا عن تدمير حماس وعدم تشكيل غزة لأي خطر في المستقبل، وأيضا بإعادة المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة، ضم هدف إضافي وهو إعادة السكان الإسرائيليين إلى المناطق الشمالية. ويعتقد جالانت أن دون ضم هذا البند إلى أهداف الحرب فربما سيكون من الصعب على إسرائيل إعادتهم، وعليه هو سيدفع بذلك وسيطرح ذلك أمام الكابينت. ولكن هذه التصريحات لاقت تفاعلات، بداية من مكتب نتنياهو الذي قال بأنه نتنياهو تحدث مرارا في الفترة الماضية عن هذا الموضوع وهذا مفهوم ضمنا، إضافة إلى تفاعل من بيني جانتس الذي كان عضو في مجلس الحرب الإسرائيلي قبل أن يستقيل، وقال بأنه أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي أبدا وحان وقت الشمال. هذا كان مطلب بن جانس حتى، وكان أحد أسباب الاستقالة عدم إيجاد حل للسكان الإسرائيليين في المناطق الشمالية. الاعتقاد لدى جالانت بأنه في الفترة المقبلة يتوجب تركيز ونقل ثقل القوة من قطاع غزة إلى المنطقة الشمالية، وأيضا توسيع الهجمات وإعادة السكان بخيارين، إما بخيار السياسي عبر الخيار السياسي، وهذا الخيار يكون عبر اتفاق ووسطاء وضمانات دولية بإبعاد عناصر حزب الله، أو من خلال العملية العسكرية لمهاجمة حزب الله وإعادة السكان الإسرائيليين إلى هذه المناطق، ليس فقط بعد إعادة الهدوء وإعادة الأمن، بل أيضا في محاولة لإعادة الأمان وشعور الأمان للإسرائيليين والذي افتقد منذ 7 أكتوبر. هذا يفيد أيضا إلى أنه الضربة الاستباقية التي أو الضربة التي نفذها حزب الله ردا على اغتيال فؤاد شكر لم تؤثر كثيرا على إسرائيل ولم تردعها. بالأمس عندما وصل نتنياهو إلى المنطقة الحدودية تحديدا إلى مقر القيادة الشمالية قال بأن إعادة السكان الإسرائيليين هو هدف مركزي ويتوجب إعادتهم، وعبر عن التزامه بشأن هذا الملف وهذه القضية. اليوم جاءت تصريحات يوسف جالانت وعليه نتحدث عن محاولة إسرائيل تغيير لتعاملها مع الحدود الشمالية من خلال استخدام إما مزيد من القوة أو مزيد من الضغط السياسي، وذلك لإعادة السكان الإسرائيليين. في نهاية أكتوبر من العام الماضي اضطرت إسرائيل إلى تشكيل منطقة عازلة لأول مرة في تاريخها في منطقة الجليل الأعلى والجليل الغربي، وأخلت بعمق 5 كيلومترات أكثر من 62,000 من الإسرائيليين، وأجلت الإسرائيليين من أكثر من 40 بلدة وكيبوتس، إضافة إلى مدينة كريات شمونة. اعتبر هذا الإجراء كإجراء وقائي ولتخفيف التكلفة البشرية في بهجمات حزب الله، ولكن حاليا بعد عام بات هذا الملف يشكل ضغطا على الحكومة الإسرائيلية. الاتهامات بإضاعة الشمال، الاتهامات بإهمال الشمال هي تلاحق هذه الحكومة، إضافة إلى غضب من الإسرائيليين في هذه المناطق من تصرفات الحكومة الإسرائيلية بشأن ما يجري حاليا على لبنان. وعليه جالنت يبحث عن توسيع أهداف الحرب لتضم الهدف إعادة السكان الإسرائيليين إلى هذه المناطق، وهذا أيضا يعني ضمنا إجراء مختلف أو موسع من إسرائيل للتعامل مع هذه الجبهة، وذلك لتطبيق هذا الهدف إذا ما تم إقراره في الكابينت الإسرائيلي كهدف من أهداف الحرب الإسرائيلية. شكرا.